مشاهدينا الكرام، مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وقبل انطلاق مواجهه كرواتيا وتونس سعدنا ان يكون معنا في هذا اللقاء الخاص لتكون المدير الفني لمنتخب الكرواتي. السلام عليكم. First, thank you. السلام عليكم. في البدايه شكرا جزيلا للاتحاد المصري لكره القدم على تنظيم هذه البطوله. سعداء بوجودنا هنا، تجربه جديده، واتمنى ان يكون وقتا رائعا لفريقي ومواجهه التحديات، وايضا مباراه منتخب تونس مباراه هامه. جئنا هنا من اجل بناء قوام الفريق، وستكون خبره ايضا وتحدي لنا قبل كاس اوروبا في يونيو القادم. وجئنا هنا بكامل قوام الفريق، ربما بيرسيتش فقط لاصابته، وانا سعيد باللعب هنا وامام منتخب تونس والذي قابلناه منذ 4 سنوات في كرواتيا، وحان الوقت لمقابلتي مره ثانيه. واتوقع ايضا مباراه جيده وظروف رائعه لهذه المباراه، وان شاء الله سنقدم عملا ومباراه جيده غدا. الظروف جيده هنا، ربما بارده بعض الوقت، ولكن الان ربما تتحسن. سنرى المباراة القادمة، لدي 20 لاعبا، وسنعطي الفرصة إلى الجميع للمشاركة. وهذه بطولة، ورغم أنها مباريات ودية، ولكن أريد أن أرى كل لاعبي الفريق وأن أعطي الفرصة للجميع. هذا رائع بالنسبة لنا، جئنا إلى القاهرة وتجربة جديدة لنا لنرى ونستطلع أشياء جديدة. وأنا زملائي واللاعبين يروا القاهرة، وأنا متأكد أن الجماهير أيضا المصرية ستكون سعيدة أن ترى لوكا مودريتش. إن شاء الله نحن هنا من أجل بطولة جيدة. شكرا جزيلا لك.